حرصت جدا مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزة. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لإغاثة اللي مطلوب إغاثته. أكد ان احنا مستمرين وهنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل ان شاء الله الى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى حضراتكم هذا الخبر. فقد التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني والتي تضم ممثلين مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأعضاء اللجنة التنسيقية. أكد رئيس الوزراء أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يجمعه بمسؤولي الحوار الوطني بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، ومشيرا إلى أن الاجتماع الأول كان قبل بدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتم التوافق حينها على تشكيل هذه اللجنة التنسيقية، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، فهناك اهتمام جاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ. لفت مدبولي إلى أن هناك اهتماما أيضا بأن يتم التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، مقترحا أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع. خلال الاجتماع تقدم ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجنة التنسيقية ومتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، كما ثمن اهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار في مرحلته الثانية وتحقيق المزيد من التواصل تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء. وعرض رشوان شرحا تفصيليا حول آليات متابعة 135 توصية التي خرجت مع الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كما تناول بالشرح تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق لفت المنسق العام للحوار الوطني لأنه فيما يتعلق بالتوصيات الجاري صياغتها، فهناك بعض التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخرا بالفعل، من بينها على سبيل المثال تشكيل المجلس الأعلى للضرائب. ومن جانبه أشار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن كافة تحركات الحكومة في هذا الإطار تعكس حجم اهتمامها الكبير بالحوار الوطني باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، ومتقدما بالشكر على هذا الاهتمام الكبير، ومؤكدا أن فريق العمل يتواصل بشكل مستمر للحصول على التوصيات للعمل على سرعة ترجمتها لخطط تنفيذية. وبدورهم قال أعضاء اللجنة التنسيقية إن الرأي العام
يلقي ترحيبا باهتمام الحكومة بمخرجات الحوار الوطني وإصدار رئيس الوزراء قرار بتشكيل اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ المخرجات. أعرب أعضاء اللجنة عن تطلعهم للخروج بالتوافق حول عدد من التشريعات المهمة قبل الفصل التشريعي المقبل، وذلك ليتم عرضها على البرلمان. كما أشاروا إلى أن آلية تقسيم المخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها ستسهم في خروجها لحيز التنفيذ بشكل أسرع. اقترح أعضاء اللجنة التنسيقية أن تكون هناك مجموعات عمل في الحكومة تتوازى مع اللجان المشكلة في الحوار الوطني مع التنسيق بين الجانبين لترتيب أولويات التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، ومؤكدين في الوقت نفسه أن هناك جدية واضحة من الحكومة بتنفيذ هذه المخرجات، مع ضرورة أن يكون هناك خطط زمنية محددة لتنفيذ هذه المخرجات عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها. أكد أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني أن حضور الحكومة ومشاركتها في جلسات الحوار الوطني يضيف ثقلا للنقاشات ويسهل من تنفيذ المخرجات، خاصة أن هذه النقاشات تشهد توضيحا أو ردا من الحكومة على تساؤلات أو استفسارات يتم إثارتها خلال الحلقات النقاشية. كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية الإعلام بصورة مكثفة عما يتم تنفيذه من توصيات ومخرجات للحوار الوطني، وأن يتم الوصول إلى المواطن العادي لكي يدرك أن الحوار الوطني يؤتي ثماره بتنفيذ هذه التوصيات. كما أكد أعضاء اللجنة التنسيقية على أهمية عدد من التوصيات التي تتعلق بإقرار مجموعة من القوانين وضرورة العمل على سرعة إصدارها، ومن ذلك قانون الإدارة المحلية في ظل وجود مطالب كثيرة بسرعة إصداره. أشار أعضاء اللجنة التنسيقية إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة وبدء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات يؤكد على أهمية هذه الآلية في التوافق على عدد من الرؤى والقرارات التي تختص بالملفات المختلفة والتي صدرت عن توجهات ورؤى مختلفة تعبر عن مختلف طوائف المجتمع المدني وجموع المصريين. وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أننا سنعمل معا على وضع أجندة تنفيذية للمئة وخمسين وثلاثين توصية والتي تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم التوافق عليها، ومشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة. والآن مشاهدينا الكرام، وفي هذه التغطية نتحول للحديث عن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية. استمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين في ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة، قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في التحالف الدولي. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لحشد جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. استمرار لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين في ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة. قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومي 26 و27 من مارس الجاري لأعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية. وذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة. يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لحشد جهود المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، نتحدث عن الموقف المصري المساند للقضية الفلسطينية ولأهلينا بقطاع غزة بكافة السبل وبكل ما أوتينا من قوة، وأيضا من ضمن هذه السبل هو تغيير الرأي الدولي تجاه هذه القضية، لكن قوات الاحتلال مستمرة فيما تقوم به بالرغم مما حدث في مجلس الأمن وبالرغم من الموقف الأمريكي. إذن السؤال، كيف ترى المشهد الآن؟ يعني بالتأكيد، أولا تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. بالتأكيد مصر لم تترك أي وسيلة لمساعدة الشعب الفلسطيني إلا وقامت به، ويعني حسنا نبدأ يعني الدور الذي قامت به مصر في تغيير الرأي العام العالمي. الاتصالات التي أجرتها مصر منذ اللحظة الأولى لأداء العدوان، الضيوف الذين استقبلتهم، الزيارات الخارجية التي قام بها المسؤولون المصريون، كل هذا صب في اتجاه واحد، هو ضرورة أن يحدث تغيير جذري في الرأي العام العالمي. هذا التغيير لا يؤدي فقط إلى إنهاء العدوان الحالي، وإنما أيضا يؤدي إلى البحث عن حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية. منذ اللحظة الأولى رفعت مصر شعار إنه الحل الوحيد لهذه القضية هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. اتضح هذا ليس فقط في الاتصالات، ولكن عندما استقبلت مصر وعندما استضافت مؤتمر القاهرة للسلام، قمة القاهرة للسلام، هذه القمة التي دافعت مصر فيها بقوة عن ضرورة أن يكون هناك حل دائم وشامل إقامة الدولة الفلسطينية، كانت هذه هي البداية. تواصلت يعني اللقاءات والاتصالات مع ممثلي دول العالم، أيضا يعني كان هناك تركيز على الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي، وحدثت تغييرات كبيرة جدا بالفعل
لم يكن أحد يتوقع. نعم. يعني لو نظرنا للدول الأوروبية على سبيل المثال سنجد أن هناك الآن مواقف صلبة من دول كانت منذ شهور قليلة تؤيد إسرائيل قلبا وقالبا. انظري إلى الموقف ودول عديدة مع مرور الأيام تطالب عذرا على المقاطعة، لكن أيضا دول بدأت تطالب بالانضمام إلى يعني مساندة الشعب الفلسطيني في محكمة العدل الدولية. السؤال الآن أستاذ أشرف، رؤيتك للمشهد في الوقت الحالي، يعني كل هذه الأحداث قد تغيرت، مصر كان لها دور كبير في تغير هذه الأحداث وفي تغير المواقف الدولية والعالمية، لكن الآن وبعد ما حدث في الأونة الأخيرة، مجلس الأمن والموقف الأمريكي مما لا شك فيه أنه أيضا من الأمور المغيرة للأحداث بشكل كبير، لكن قوات الاحتلال ما زالت مستمرة فيما هي فيه، إذن كيف ترى هذا الأمر؟ يعني بالتأكيد الوضع معقد لأن قوات الاحتلال مستمرة فيما هي فيه، لكن لا تنسي أن إسرائيل لأول مرة تصبح معزولة. عندما حدث تصويت مجلس الأمن مؤخرا 14 دولة وقفت مع القرار الخاص بوقف الاحتلال، وقف العدوان، وطلبت بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. أمريكا وللمرة الأولى لم تستخدم حق الفيتو وإنما امتنعت عن التصويت. يعني وهذا تطور كبير جدا، لأنه نحن نعلم أن واشنطن استخدمت حق الفيتو 3 مرات منذ بدء هذا العدوان لمنع إيقاف إطلاق النار، وبالتالي فهناك بالفعل حراك، هذا الحراك بدأ لم يتوقف. أمس أيرلندا طلبت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وهذا تطور هائل يحدث من دولة أوروبية. أسبانيا تتبنى فكرة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بلجيكا نفس الشيء. الدول يعني العالم المختلفة باتت يعني تبحث عن أي وسيلة ممكنة لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهذا كما قلنا هناك فضل كبير للدولة المصرية ودورها في هذا الاتجاه. وأيضا الدور المصري لم يتوقف، مازال مستمر، لأنه نعم بالتأكيد الأمور معقدة، إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل بعد هذا الضغط لن تصمد كثيرا، خاصة أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتراجع عن موقفها الحالي، ولابد أن تضطر في النهاية لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لقبول يعني الأفكار الخاصة بالهدنة، وأيضا لقبول وقف إطلاق النار ولإيقاف هذه يعني المذبحة بشكل كبير جدا، والبحث عن حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية التي نعم. باتت تؤرق الجميع. طيب أستاذ أشرف، عندما نتحدث عن أن بالتطورات الأخيرة أصبحت إسرائيل في عزلة أكبر مما كانت عليه، ما تأثيرات هذه العزلة على العمليات التي تقوم بها؟ يعني بالتأكيد هذه العزلة قد تكابر إسرائيل في البداية، كما حدث مثلا عندما قرر نتنياهو في اللحظة الأولى لتصويت مجلس الأمن عدم إرسال فريق إسرائيلي للولايات المتحدة للبحث في بدائل عملية رفح، ولكنه عاد وتراجع، وهنا هذا مؤشر على أنه سيحدث تراجع في اتجاهات أخرى، وهذا التراجع سيؤدي لوقف إطلاق النار، وأنه نتنياهو الآن الذي يدعي أنه يدافع عن إسرائيل ووجود إسرائيل نفسه لن يكمل في الساحة السياسية. دعيني يعني أذكرك أن هناك تجهيز دولي الآن لبديل نتنياهو، بيني جانتس زعيم معسكر الدولة، زعيم حزب أزرق وأبيض، هذا الرجل يعد الآن من الولايات المتحدة وأوروبا بل والإسرائيليين لكي يكون بديل عن نتنياهو، لأنه أكثر منورة من نتنياهو ويقبل بمبدأ حل الدولتين ولديه علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية. أيضا يوف جالانت هو وزير الدفاع الإسرائيلي وهو أحد خصوم نتنياهو في الليكود، يتم أيضا تجهيزه للقيام بهذا الدور لمساعدة جانتس، لأنه في النهاية لابد من البحث عن حل دائم وشامل. ما حدث من عدوان على غزة، ما حدث من عدوان على الضفة،
خلال فترة الستة شهور الأخيرة جعل العالم يبحث عن حل حقيقي، يعني رغم كل المساندة الأمريكية لكنها بدأت تتراجع، رغم كل المساندة الأوروبية لكنها اكتشفت كذب السردية الإسرائيلية وأنه لابد من بحث عن حل. وأيضا في الداخل الإسرائيلي رغم حالة الغليان التي يعني أحدثها نتنياهو والإدعاء أنه إسرائيل تعرضت لخطر وجودي، لكن إسرائيل الخطر الحقيقي عندما تتوقف العمليات العسكرية، عندما يحاسب الإسرائيليون نتنياهو على إخفاقه وإخفاق حكومته، أنه كان لديهم يعني معلومات بخطط حماس ولكنهم فشلوا في القيام بأي شيء. هنا يعني سيحدث التغير وسنرى تغيير في اتجاه أفضل اتجاه عملية سلمية، وهذا حدث بعد نعم. حرب. يبقى أستاذ أشرف السؤال مرة أخرى لكن سريعا وفي نقاط محددة، عزلة إسرائيل ما الثمار التي من الممكن أن تجنى نتيجة لهذه العزلة؟ لديها الكثير من الأسلحة التي تم إمدادها بها بالفعل في الشهور السابقة، لديها الكثير من الموارد التي تستطيع أن تكتفي بها، هذه العدة التي لديها لأي فترة زمنية من الممكن أن تكفيها؟ يعني إسرائيل بالتأكيد ستكابر وتحاول أن يعني تحاول أن تصور للناس أنها قادرة على الصمود وحدها، ولكن إسرائيل لا تستطيع أن تصمد وحدها. إسرائيل تصف نفسها بأنها الدولة التي يحيط بها الأعداء من كل جانب، لديها العديد من الجبهات التي ستجابهها وتستنزفها على مدى الأيام، وكل ما لديها من مخزون أسلحة أو ما إلى ذلك إذا لم يكن هناك دعم غربي لن تستفيد منه إسرائيل. الصناعات الإسرائيلية إذا وجدت مقاطعة من الدول الأخرى لن تستطيع أن يعني تعمل بشكل يعني يتيح لها أن تحقق مكاسب لمساندة الاقتصاد. إنهاك إسرائيل دائما في الحروب والصراعات سيجعل يعني معظم قواتها وخاصة قوات الاحتياط موجودة في الساحة في العمل العسكري، وبالتالي يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي. نعم. تزداد الخلافات الداخلية في إسرائيل هذه. إذن العزلة من الممكن أن يكون لها نتائج سريعة على قوات الاحتلال. أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذا التحليل. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة، لكن بالتأكيد المتابعة دائما ما تكون مستمرة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.